يلا تصبح على خير. باي باي. تعالي هنا. كنت فين يا شهد؟ ليه؟ وجالة ده ركب عربيته ليه؟ اولا عزت ده يعتبر واحد من العيلة وانا متعودة اخرج معاه، وثانيا بقى ماما عارفة. امك عارفة؟ انت قدامي الله يرجع بيها، كان عندها حق. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا اخوي؟ مفيش. في حاجة؟ أنا مش هتكلم، بعدين تقولي أنت مالك؟ قولي عايزة إيه؟ أنت ناوي تعمل إيه؟ في إيه؟ أنا مش هتكلم في فلوس ولا مصالح، أنا هتكلم في البيت الخربان ده. شايف البنات عاملين إزاي؟ طالعين داخلين على حل شهره. بس هقول إيه؟ أخويا هو اللي قليل الحيلة. كريمة هي اللي ماشية البيت ده يا عبد الحكيم. لو كان أخوك راجل صح ومحافظ على روحه، البيت ده ما كانش هيوجع أبدا. هو صح عمل فلوس وعمل شركة واشترى فيلا وعربيات، بس هي اللي بتبعتر الفلوس دي شمال ويمين. تقصد ايه؟ زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. المارة النباشة دي قصقصت ريشه، ودلوك عاوزة تلف علينا احنا كمان. أنا هقول لك على كلمة واحدة بس مفيش غيرها، عشان تعرف إن أنا مفيش في قلبي أي حاجة من ناحية أي حد، أنا عايزة المصلحة وبس. قولي يا فوزية. طالما أخونا ما بقاش ليه مصلحة هنا، يبقى يجي معانا دارنا وسطنا، يبقى تحت عينينا، والبنات كمان يبقوا تحت عينينا، نتجوزهم ونسددهم. ولا عايز البنات تتجوز من مصر؟ ولا واحد زي الملزق اللي كان معاها لحد نص الليل ده يلف عليها، واللي تاخده منك باليمين يلهف هو بالشمال؟